مستقبل شريكنا الثالث الفقرة الثالثة يعني أيمن حسن أحد الشعراء الربويين اللامعين في تونس يكتب بالفرنسي ويكتب بالعربي ونستقبل يسعدنا أن نستقبل أيمن حسن يتفضل. إذا مرحبا بكم في الفقرة الثالثة والأخيرة والمشارك الثالث يعني الرئيس مشارك أساسي ورئيس في هذا البرنامج معنا هو الشاعر أيمن حسن، شاعر يكتب بالفرنساوية الحقيقة هو يعني عنده حظوة في فرنسا برشا مش عيب راهو أبدا مش حرام بالعكس بالعكس أنت يعني تنتقل وترجم الشعر العربي وترجم الشعر يعني معناه التونسي إلى اللغة إن شاء الله المتغربين كيفي وأيمن أكتب العربية أفضل من الذين يدعون العروبة أيمن أحسن من العناصر الشابة اللي نحن نعول عليها وتعول عليها تونس يعني كثيرا هو أستاذ جامعي في دار المعلمين العليا بتونس ونحن يشرفنا أن يكون شريك معنا هو يعني شريك معنا في البعد الثالث في هالحصة هذه استوديو 14 استوديو 14 أعمل كما تحب أنت جايبك ساعة أنا جايبني نحب نعمل شوية ضجة مع صديقي وأخوي حسن بن عثمان نعم. نحب تكون 7 من 14 كما يقول بتونسي كيف يعني 7 من 14 حب تقسم على 2 لا ما نقسمش على 2 أما نحاول ندخل الثقافة الحقيقية الجامعة المثقفين اللي نسمعوا بيهم مرة وهمش اللي ما نسمعوش بيهم أحيانا نحب ندخلهم في البرنامج هذا باش التوانسة يعرفوا اللي هما عندهم كنوز عندهم ناس عندهم أعمال عندهم فكر عندهم إبداع وهما للأسف يعني للأسف التلفزيون التونسية محلولة للبوز ومحلولة للمشاكل احنا نحبوا نجيبوا الناس الحقيقيين الألمعيين وندخلوهم للتلفزيون يسعدنا ذلك إنما يعني بلكش ما حرصك على ذكر 7 أنك أنت تنتمي إلى يعني عهد 7 نوفمبر عهد طبعا 7. أنا مولود سنة 81 وبالتالي 7 نوفمبر 87 أنا عمري 6 سنين ودخلت نقرأ يعني في سبتمبر 87 وأنا من الناس اللي قرأوا وقت زمن بن علي وزمن بن علي ما جهلش الشعب التونسي نعم. يعني ما نبداوش نزايدوا بورقيبة وبن علي يعني لحظات أو حجرات مهمة في تاريخ تونس كما لو بتي بوسي هذاك اللي يعمل بالحجرة يعني لولا بورقيبة ونشكر سي أنس الشابي على كلامه ولولا زاد بن علي لأنه ثورة الشباب سنة 2010 كانت سنة الشباب في تونس نحكيه على ثورة الانترنت شكون جاب الانترنت لتونس وشجع الانترنت بن علي كمبيوتر العائلة وكل أشياء هذيك ربما عنده غايات وأسباب أخرى وراء الفكر بتاعه لكن لو فيتي لا كما يقولوا احنا وصلنا للشيء هذا يعني وصلنا له يعني مثلا ان البارحه وصلتني كتب من فرنسا كتب مهمه للتدريس ها كان جينا في وقت قبل رانا الديوانه ومشي لوزاره الداخليه احيانا نقول ربحنا من الثوره من ثوره 14 جانفي العديد من الحريات الكلام اللي نقول فيه هذا تو ما نجمش نقوله قبل 14 جانفي ايه ذكرت يعني الخصال بتاع بن علي ما عندوش بن علي حاجات لا يعني عنده طبعا نقائص طبعا وحاجات خايبه ما قلتش خصال انا قلت لك فما يعني تيز أنتي تيز سنتيز فما الباهي وفما الخايب وفما كذا لكن ما لازمناش نرميه الرضيع مع ماء الماء نعم. لازمنا خطر التاريخ راهو اللي صار 14 جانفي وإن شاء الله البرنامج هذا باش يتعرض له تحبنا 10 15 ربما 20 سنة باش نجمو ندونوه ونكتبوه إلى حد اليوم الثورة الفرنسية اللي هي سياسيين كبار كما ميلونشون يعتبرها لحظة حاسمة في التاريخ برشا يعتبروها مصيبة في التاريخ مازالوا في فرنسا اليوم يعني اليوم كما نقولوا 16 يوم نعم. الأحد 16 أكتوبر 2016 فما ناس يعتبروا اللي اغتيال الملك لويس السادس عشر جريمة في حق فرنسا وفي حق اللي صار في فرنسا يا أيمن جتني معلومة سخونة تو هكا متبونة قالوا لي أيمن يعني كانت عنده علاقة بن علي شخصيا أنا من حمام سوسة أها كاو يكفي يعني فقدت يعني علاقة يعني كاو ما كانش عندكم حتى عن علاقه بتبيع تقول حمام سوسه كما تقول سقالبه كما تقول إيه ما كانش يعني كل ما كانش يستشيرك ما كانش حاجه يستشيري عمري صغير يعني انت تو تنجمش تستشيرني هو كان يعرفك يعني من البلاد طبعا 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 اي نعم اي يعرف كما كان يعرفني احمد ابراهيم إيه فمش كما تو بينكم تصادمات حتى تصادم لا وقعت لاني كنت محسوب على تيار معين انت ايوه يعني كنت تقدمي وتشغب فيها يعني يحصل لي الشرف اني اشتغلت مع الاستاذ احمد ابراهيم الله لما اشتغل الله تعيش وترحم لما يعني جبت وليد اللي مات سميته احمد على احمد ابراهيم اللهم صل يعني بيه اسم كريم احمد اسم كريم إيه لكن يعني احمد ابراهيم نمشيو لكليه الاداب بمنوبه نعم ايش حضرت لنا يعني باش تملى الفقره نتاعك روبورتاج على كليه الاداب والفنون والانسانيات بمنوبه
عملنا حوار مع سيد العميد الحبيب. شو يعني البرنامج حب تاخذه باش تركح علاقاتك ولتطور علاقاتك؟ لا علاقتي راكحه راهي. نحب نعرف اللي مثلا عندنا عميد وقع الاعتداء عليه. نعم. المنوبه هذه عرفت غزوه كامله، واقول غزوه يعني في الادبيات نتاع بعض الناس ما بين ظفرين قالوا غزوه منوبه، حاولوا يعني ينكسوا الرايه الوطنيه ويبدلوها برايه سوداء. وفما بنيه تنحكيوا عليها وقفت لهذا. ايش حضرت لنا؟ حضرت لكم حوار مع العميد الحبيب القصدغلي. نشوفه اذا. أنا عميد منتخب من طرف زملائي ويرجع للفضل مرة أولى في سنة 2011، وأنا مفتخر كونه اقترن هذا الانتخاب الأول بسنة الثورة أو بتحول كبير الذي عاشته تاريخ تونس، يعني اقترن هذا الحدث بذلك. ثم تم تجديد الثقة من طرف زملائي في جوان 2014. بلادنا تعيش مرحلة تاريخية هامة، يعني نعلم أن هناك نظام تهاوى، ولكن النظام الجديد نتاع تونس الجديدة، تونس الثورة، تونس الديمقراطية، تونس العدالة، فهي بصدد البناء. في السنوات الأخيرة وجدت نفسي في خضم هذا، في قلب رحى هذه المعركة من أجل الحريات الديمقراطية، فأرجو أن أكون قد ساهمت وخاصة مع زملائي وزميلاتي بالخصوص. لما وجدت نفسها في ذلك الوضع أمام الكلية وغرباء يحتلون كليتها ويمنعون طلبة وقاموا بمس والأساتذة وقاموا بتكسير هذا المكتب، ليس يعني نفس اليوم كان هذا الشباك كان مهشما، وفي البارحة تم هجوم على هذا المكتب. فهي لم تختر ذلك وإنما جاءت للدراسة، ولكن لما رأت أن هناك قوة تعطل رغبتها الجامحة للمعرفة وليس للدخول الكلية وإنما أيضا المس بعالم بلادها، فلذلك لم تتخلف ونظرت لزميلتها وأعطتها محفظتها وقررت إذن أن في ذلك اللحظة لم تأتي كما قلت لم تأتي لذلك، وإنما لما وجدت يعني. فهذا معنى الواجب، هو الإنسان عندما يعني اللحظة يعني تفرض عليه أن يقوم بفعل ما، يعني تبين فيما بعد أنه حول التاريخ. أيمن شنو ما فهمتوش أنا الفيديو هذا؟ نعم شوية شرح وثيقة يعني. لا حبيت نعرف شنو علاش صورتوا لنا، ايش تحب تقول؟ المتحدث عنها هي الطالبة الآن هي أستاذة في جنوب تونس في ولاية قفصة، خولة رشيدي التي دافعت عن الراية الوطنية. أوكي هذيك معلومة. والعميد الحبيب القصدغلي يعني نحب نحط الأمور في إطارها. نعم. منذ سنة 2007 كل 2 أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة العنف. بهذه المناسبة يوم 4 أكتوبر 2016 وقع تدشين في كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة نصب تذكاري للمهاتما غاندي. شكون ما يحبش غاندي وشكون يعني ما يعترفش بالقيمة الإنسانية لغاندي؟ شكون غاندي؟ كان مؤسس ومحرر كما احنا عندنا بورقيبة في تونس، عندهم غاندي في الهند، وكان مع الفارقة. لا ما حد فارق. الهند عندها مليار بشر. اي واحنا عندنا ومهاتما غاندي كان عنده نظريه نتاعو هو يعني تعتمد فقط على السلم، يعني انه كافح بريطانيا وهبطها على ركيبها. نعم. من خلال يعني العمل السلم. نعم. فدوله الهند تعطي لكل دوله اللي تحب ذلك تمثال للمهاتما غاندي، فوقع الاختيار لا فحسب على ولاية منوبة بل على كلية الأداب بمنوبة. في نفس اليوم وقع تدشين قاعة الشهيد الحاج محمد الإبراهيمي بحضور زوجته سيدة مباركة ووالي منوبة، ونذكره لزوجته عضوة في مجلس نواب الشعب. والصحة هذه باش نذكره اللي في تونس راهو فما حاجة ما كناش نعرفوها اللي هي الاغتيال السياسي،
ونهار 6 فيفري 2013 اغتيل شكري بالعيد، يوم 6 مارس 2013 شهر بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد وقعت تدشين ساحه كذلك تحمل هذا الاسم. حاجه ثالثه وقعت يوم 4 اكتوبر في منوبه هي تدشين ساحه الحب والتسامح. هذه فنانه اسمها ايران والناس وقع الاعتداء عليها هي من قبل نفس الناس هذوما في المرسى، وهي تعمل يعني تعمل دي زانستالاسيون، تعمل تركيبات فنيه تشكيليه، وهي كليه الاداب والفنون والانسانيات. اهدات هالعمل هذايا لكي نذكر انه ثقافه الجامعي والثقافه التعليميه العاليه في تونس هي ثقافة حوار، هي ثقافة فولتير، هي ثقافة ابن خلدون، هذه تونس اللي نطمح لها. حاجة أخرى علاش الروبورتاج هذا؟ العميد الحبيب القصدغلي وقع تكريمه يوم 6 أكتوبر من قبل جامعة مجرية كبيرة، وخذا يعني كما نقولوا احنا شهادة عالمية، يعني يعني تعرف الجامعة التونسية وضعها في برشا مشاكل، يعني أول جامعة ربما رقم 7000 واش في العالم للاسف، يعني باش نقارنوا بالجامعات الكبار. الاعتراف بشخص العميد القصدغلي بكتاباته بالابحاث الاكاديميه نتاعو هو اعتراف بمنوبه التي يعتبرها الكثيرون سوربون تونس. يعني لكل هذه الاسباب انا يعني قررت ان نقوم بهالعمل. بارك الله فيك. اما لكن نعرف ان انك يا ايمن متعدد ومتنوع الانشطه. نعم، وعندك مساهمات يعني في اذاعات يعني بالفرنسويه، وعندك يعني كتابه مقالات يعني باستمرار في دوريات من هذا القبيل. يعني اعطينا شويه نحب فكرة عن الموضوع. الحقيقه في حضره سي انس الشابي وعائله الشابي نحب نعرف بالترجمه هذه. صوفيا الهمامي برسمك ما تنساليش صوفيا. لا لا صوفيا واخواتها. وسيد القاسم واخويا انور، خاطر هذم كلهم يعني في نفس المقام عندي انا في قلبي. اغاني الحياه لابي القاسم الشابي وقع ترجمته مؤخرا الى الفرنسيه، وللاسف اي حتى وسيله اعلام ما تحدثت عليه. سيدان العراقيه مش وقع ترجمته مش لا لا، فما ترجمه لكن مش كامله، لم تكن كامله، هذه من الف الى ياء، هذه ترجمه كامله من الف الى ياء من قبل الجامعه سيدان العراقيه عند دار صحر، يعني طبعه تونسيه ثمنها 15 دينار يعني رخيصه. شكون مترجمها؟ سي انور عطيه. انور عطيه الاستاذ كان ترجمه اخرى اللي عرفها انا ناشرينها دار اقواس، ترجمها واحد استاذ فلسفه شابي قري في السوربون اسمه زوزي الشابي. زوزي الشابي لكن دار نقوش عربيه تحب تقول اغابيش. لكن لست ادري ان كانت هي ترجمه كامله لاغاني الحياه ام لا، لكن اليوم عندنا ترجمة هذه. سي انور عطيه نحب نقول اللي هو جامعي تونسي متقاعد، متحصل مرتين على جائزه الكومار الذهبي، وهو من يعني من الناس اللي ربيت في تونس، وهو انسان متواضع وطيب جدا، اتصلت به لكي يكون معنا لكنه رفض الدعوه وطلب مني ان امثله، ونتمنى للتوانسه سلمنا عليه ونشكره على المجهود الجبار. وحبيت نقول لك ايضا يعني انا وصلتني معلومه انه الاعمال الكامله لابو القاسم الشابي وقع ترجمتها الى الاسبانيه من طرف الاستاذ الكبير رضا مامي وهو شاعر ايضا، ويبدو انه يعني ثم نشاط نحن لا ندرك عليه شيء. نعم جاهلينو. انت موجود بحذانا يا ايمن باش تحطنا في الصوره. وهذه هي فكره 7 من 14. حبيبي شكرا. شنو هي هالنجمه اللي معلقه؟ نجمه حمراء تدل على الانتماء اللي اشرت له في البدايه. مرحبا بك، السلام عليكم يا ايمن. شكرا شكرا لك.